بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة وأشاد جلالته بهذه المناسبة بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدا جلالته علي مواصلة تنمية وتطوير هذه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.